You're home, brother. It's okay. You can see it, but I cannot see it. Okay, well, now I just showed your face, you know. More. It's on, you're on. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته This is, هذا هو الدرس الرابع في دروس علم التجويد This is the fourth lesson تحدثنا في دروس سابقة وابتدأنا بمقدمة بسيطة عن أو يسيرة عن أهمية علم التجويد وأهمية الاهتمام بتلاوة القرآن التلاوة الصحيحة ومن ثم تعرفنا على تعريفات علم التجويد وقلنا أن التجويد علمي تجويد علمي وتجويد عملي تطبيقي وتحدثنا عن اللحن وقلنا ما هو الخطأ والميل عن الصواب وقلنا أن اللحن قد يكون جليا كإخلاله بمبنى الكلمة أو بمعناها أو بهما يعني كلتيهما ولحن خفي لا يعرفه إلا من درس قواعد علم التجويد وتعرف عليها اليوم بإذن الله سنتحدث عن مصطلحين أو شيئين مهمين وهما الاستعاذة والبسملة أو التعوذ والبسملة كما يقال والاستعاذة طبعا يعني عبادة وتعني الالتجاء والاعتصام والتحصن و يعني الاستعاذة في بداية قراءة القرآن سنة واتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد القراءة واختلفوا هل هي واجبة أو مندوبة فذهب جمهور العلماء وأهل الأداء على أنها مندوبة عند ابتداء القراءة وحملوا الأمر في قوله تعالى كما في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذه سورة النحل هذا الدليل على وجوب أو استحباب أو يعني ندب الاستعاذة للقارئ في بداية القراءة وصيغتها لها أكثر من صيغة ولكن الصيغة الأشهر هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال بعضهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. So just a quick translation. Today we're going to be talking about الاستعاذة and البسملة. والاستعاذة is to seek the protection from Allah سبحانه وتعالى and it's an act of worship. وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكما في سورة الفلق والناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق فالاستعاذة من الشيطان الرجيم ومن عمله ومن همزه ومن نفه وغير ذلك and it has a couple of forms but the most يعني the most commonly used one is أعوذ بالله من الشيطان الرجيم or أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأحوال الاستعاذة عند بدء القراءة هما إما الجهر أو السر أو الإخفاء يعني
إما الجهر أو الإخفاء. وأما الجهر بها فيستحب عند بدء القراءة في موضعين: إذا كان القارئ يقرأ جهرا وكان هناك من يستمع لقراءته، كان يقرأ قراءة تعليمية أو يقرأ على معلمي وغير ذلك، فيستحب أن يجهر بها. وإذا كان القارئ ذكرنا وإذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءة، كان أقول مثلا اقرأ فيبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهكذا. وأما إخفاؤها فيستحب في أربعة مواضع: إذا كان القارئ يقرأ سرا، يعني يقرأ قراءة سرية سواء في الصلاة أو في غيرها، وإذا كان القارئ يقرأ جهرا وليس معه أحد يستمع إليه، وإذا كان القارئ يقرأ في الصلاة سواء كان إماما أم مأموما أو منفردا، يعني سواء منفردا أو هو الإمام أو هو المأموم، فيستحب إخفاؤها أو يعني إسرارها. ولكنها مهمة، يعني بعض الناس يغفل عنها، يعني في بداية في الركعة الأولى عندما يكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ في سورة الفاتحة، فهذه خطوة يعني زي ما نقول إحنا مهمة بإذن الله تعالى توفق المصلي لكي يعني يدفع بعض وساوس الشيطان في الصلاة وعند قراءة القرآن. وأيضا تقرأ يعني تقال سرا أو تخفى عندما كان يقرأ القارئ وهو وسط جماعة، ونفترض أن حلقة مثلا الأول يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبدأ في التلاوة، إذا كان في الوسط ممكن يكمل الآيات. فهذه هي الاستعاذة. وسننتقل إلى البسملة، ومن ثم هناك أحكام للجمع بينهم. والبسملة كقول يعني سميت بالبسملة كقول وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم نحو الحوقلة والحسبلة. الحسبلة قول حسبي الله ونعم الوكيل، والحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله. والبسملة لا خلاف بين العلماء على أنها آية في سورة النمل، هذا لا خلاف على أنها يعني في آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يعني المرة الوحيدة التي ذكرت فيها البسملة في منتصف أو في وسط السورة، وهي سورة النمل عندما بعث سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لملكة سبأ، فبعث لها الرسالة أو الكتاب، فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام كتابه بقول بسم الله أو بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أجمع القراء السبعة ورواتهم على أن الإتيان بها في ابتداء القراءة بأول السورة ما عدا سورة التوبة أو براءة، وذلك لكتابتها في المصحف، ولما ثبت من الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، كما أخرج الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة. وأما أجزاء السور فالقارئ مخير بين الإتيان بالبسملة أو بغيرها، يعني البسملة السنة أن تبدأ بداية السورة بالبسملة، طيب بداية السورة بالبسملة،
وأما قول بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة من منتصف الصورة أو من بعض الآيات فالقارئ مخير، له أن يقرأ البسملة وله أن لا يقرأ. ولكن إذا كانت القراءة في يعني هذه بداية قراءته فالاستعاذة واجب مهم. حتى تجد بعضهم يعني عندما يقرأ يعني يبدأ يقرأ من منتصف السورة أو من بعض الآيات السورة مش ليس من بداية السورة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبدأ في منتصف أي سورة. So البسمله is the naming of or the name of saying the phrase of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And I say a phrase because there is a debate, or not a debate, there is a difference of opinion about if it's an ayah from Surah Al-Fatiha or an ayah from the surah or not. But when you start the surah, you need start the beginning of the surah. You need to recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim before it. But if you are reciting in the middle of the surah, you don't have to, but you can. كما قال الشاطبي رحمه الله ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها أي سوى من مستثنى في البسملة التوبة أو براءة ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، يعني الاستثناء هنا سورة التوبة. The exception is سورة التوبة. قال ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا، يعني عند قراءة بعض الأجزاء أو أجزاء السور أنت مخير. طيب so you have to start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim if you are starting the surah. You can say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim if you are starting in the middle of the surah. Except Surah Bara'a or Surah At-Tawbah. وأما بالنسبة لسورة التوبة فهي متروكة في أولها اتفاقا. وإلى هذا يشير الإمام الشاطبي رحمه الله وقال ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، لأن سورة براءة فيها لتنزيلها بالسيف يعني في الاقتصاص من المنافقين والذين خانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وأما أوجه الابتداء فلها أكثر من وجه. في ابتداء القارئ إذا ابتدأ القارئ قراءته بأول آية سورة من سورة براءة أو سورة التوبة فله أن يجمع بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة، ويجوز له حينئذ أربعة أوجه سوى سورة براءة، يعني سورة براءة الآن استثناء أو سورة التوبة استثناء. وأما في باقي القرآن له أن يجمع بين الاستعاذة والبسملة وبداية السورة، ولها أربعة أوجه أو أربعة طرق. يعني الأول هو قطع الجميع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا قطع الجميع، يعني stop on each one. So there's الاستعاذة when we start the recitation of the Quran, and there is al-basmala of the beginning of the surah, and there is the beginning of the surah itself. There is one is disconnecting the three. That means you recite al-isti'adha and you stop, you recite al-basmala and stop, and then you start the beginning of the surah.
Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Okay. الثاني وهو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. وهو قطع الأول يعني قطع الاستعاذة. يعني أي الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بداية الصورة. يعني تستطيع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طيب الآن الوجه الأول قطع الجميع. يعني الوقف على نهاية الاستعاذة، استعاذة نقف، البسملة نقف، ثم نبدأ السورة. الوجه الثاني قطع الأول وهو الاستعاذة. طيب ثم وصل البسملة مع بداية السورة. طيب والوجه الثالث هو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أي وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها وهو أفضل من الأخير. يعني وصل الاستعاذة بالبسملة، يعني ممكن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أي وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها وهو أفضل من الأخير. ووصل الجميع أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة. يعني تستطيع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Okay, you can connect all of them. وأما هذا إذا كانت في بداية القراءة، هذا إذا كانت في بداية القراءة، يعني أنت بدأت الآن، بدأت تقرأ، أول شيء تقرأ من القرآن، الآن فتحت المصحف وبدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أو أي سورة ثانية إذا جاء نصر الله والفتح وغيره. طيب قطع الجميع، وصل الجميع، القطع وصل الأول، القطع الأول ووصل الثاني والثالث، هو الثالث اللي هو بداية السورة، والوجه الآخر وهو الوصل الأول والثاني والابتداء بالثالث. أما الأوجه بين السورتين ففيها نقطة يجب الانتباه لها. إذا وصل القارئ آخر سورة يقرأها بالتي بعدها سوى سورة التوبة فله ثلاثة أوجه. إما قطع الجميع أي الوقف على آخر السورة وعلى البسملة وعلى السورة التي بعدها. يعني مثلا تقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذه نهاية سورة النصر. ثم تقول تقف إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب، هي سورة المسد بعدها. So the البسملة between two surat specially and مفصل، يكون مفصل لكثرة الفواصل، المفصل اختلف فيه بعض العلماء فقالوا من الحجرات وبعضهم قال من سورة قاف إلى نهاية القرآن، سوى سمي بالمفصل لأن كثرة الفواصل بينه، لأن بداية القرآن كله سور طوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وغير ذلك. فعند سورة الابتداء من سورة قاف أو بعضهم قال الحجرات إلى آخر القرآن إلى سورة الناس، يعني سموه مفصل لأن تكثر الفواصل، لأن الصور أقصر. فيعني فبعضهم يعني مثلا عندما يقرأ حزب الأعلى أو الحزب الأعلى اللي هو
النصف جزء الثلاثين النصف الثاني أو النصف الأخير من جزء الثلاثين أو جزء عامة فالصور قصار فبعض خاصة من يحفظ ويراجع فيعني يحتاج إن هو يصل بين الصورتين يصل بين الصورتين فقلنا الأول هو القط نعم لا أعلم هذا التصريف لكن قد يكون هذا لا هو المفصل يبدأ من المفصل المتعارف عليه يبدأ من صورة في بعض قال من صورة الحجرات بعض قال من صورة قاف يعني هي تقريبا نفس هي من الحجرات أو قاف على طوال المفصل من المفصل قد يكون الله أعلم لا أعلم به والله فقلنا البسملة بين الصورتين قطع الجميع الأول علشان يعني we have five minutes قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث ووصل الجميع يعني نقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ونقف ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا طيب هذا قطع الأول ووصل البسملة بالصورة التي بعدها طيب ووصل الجميع بحيث أن تقول ويجب هنا الاهتمام بقضية الحركة يعني فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب هذا وصل الجميع يعني وصل نهاية السورة بالبسملة بالسورة التي بعدها وأما الوجه الجائز وأما الوجه الجائز عقلا ولكنه محذور أن يقف عليه وهو ممتنع وهو لأن البسملة جعلت لأوائل السور وهو أنك تقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم وتقف ثم تقول تبت يدا هذا الوجه جائز عقلا أنا طبقت الآن أمامكم لكن لا يجوز لأن تعلق البسملة دائما ببداية الصورة وليس بنهاية التي قبلها طيب this is clear so بسم الله الرحمن الرحيم between two surat it has multiple ways of doing it the first one is you can connect all or cut all meaning that you connect the end of one surah with the basmala with the beginning of the next surah okay or you can stop in each one you can say fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin wa tab okay And there is one way, or you can stop at the end of the surah, and you can say فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, and you connect al-basmala with the beginning of the surah. You can say بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Okay, or بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. There is one way of doing it. It is doable, but it should not be done. وهو is to connect al-basmala with the surah before, not with the surah after. And you can say, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ And then you stop. And the ulama said, that is not right because always bismillah ar-rahman ar-rahim is connected with the beginning of the surah not with the end of the previous surah all right this is what we have today hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakallahu khairan